اليوم كان عندنا استضافة لعضو الملازم عبد الباسط من شرطة المرور لعمل محاضرة توعية للطالبات عن السلامة على الطرق ضمن طبعا مشروع متكامل مع التربية والتعليم. وإحنا مدرستنا مشاركة أصلا في مشروع السلامة على الطرق، في عنا طالبات مشاركات كمجموعة بنضمن السير في الصباح خاصة لموقع المدرسة في وسط البلد للمحافظة على سلامتهن، فدائما إحنا معنيين بسلامتهن وتوعيتهن من أجل المحافظة عليها. اسمي حنين حجازي، صف الخامس باء. اليوم عمو شرطة المرور علمنا أنا كيف نتعلم مشي السير وكيف السيارات إنها ممنوع يمشي عكس السير ولازم نلتزم بإشارات المرور دائما. أنا اسمي سامية تاي، صف الخامس باء. اليوم استفدت من عمو باسط كيفية إنه لازم نحترم المرور وكيف السيارات بتمشي عكس بعض ولازم نلتزم بإشارات المرور الموجودة في الشارع.